يا جمال البط بالبرتقال، مساء الخير عليكم. الصيف طبعا بيحلى بالأكلات بقى والمشويات والأكلات الخفيفة طبعا، وبتكون مفيش فيها حموضة ولا فيها مثلا دسم كبير، وخصوصا لو الناس حابة تعمل دايت. فوصفة البط بالبرتقال وصفة سهلة وخفيفة، وكمان مكوناتها هتبقى كلها عندكم في البيت ما تقلقوش. وهنعملها بقى بالكيس الحراري. الكيس الحراري حاجة كده جديدة وسهلة، يعني بتسهل عليكم خالص الشوي وبتريح عليكم في الطبخ، وبتبقى جميلة قوي. وطبعا البطة زي ما انتوا شايفين بالجمال ده، وعملت فيها برضو خضار كده مشوي في قلبها، وكانت تحفة بصراحة. واللون اللي هو الغمقان ده عشان مدة الشوي، لو انتوا حابين ما يكونش غامق قوي كده، بس هو مش غامق، هي تعتبر التتبيلة هي اللي واخدة بس لون من فوق بس. زي ما انتوا شايفين اللحم حلو وكل حاجة. المكونات هنستخدمها في محلول النقع، عندنا برتقانة، عيدان، قرفة، ورق لورا، اللي هي الحاجات اللي بنحطها في اللحمة واحنا بنسلقها او الشوربة واحنا بنسلقها، وحبيبات فلفل اسمر وكوبيبة صيني. المحلول نقع هنستخدم فيه 3 حاجات اساسية: نص كوباية سكر، نص كوباية ملح، ونص كوباية خل ابيض، ومية جاية من التلاجة تكون يعني بقالها مثلا ليلة كاملة في التلاجة، تكون تلجة كويس. وهنقلبه كويس المحلول ده اللي هو السكر والملح، نقلبهم كويس. وبعدين هنضيف بقية المكونات اللي عندنا مع برتقانة، طبعا بتديله نكهة حلوة، وقشر البرتقان اللي هو الريحة والنكهة اللي في البرتقان بتدي يعني لمية النقع ريحة حلوة وبتبقى حلوة برضو. فالحاجات اللي احنا ضفناها المحلول النقع غير السكر والملح والخل ده نكهات كده بتدي للمية ريحة حلوة، عشان طبعا تطلع منها الزفارة برضو وتدي لها ريحة جميلة. محلول النقع يفضل ان انتوا تنقعوه مدة طويلة قوي، خصوصا لو هتكون مشوية، لان البطة قلتلكوا هتاخد مثلا ساعة ونص او ساعتين في الفرن. هتوحشكوا البطة دي بصراحة، يعني هتاخد مدة طويلة كده. او لو انتوا عايزين التتبيلة ما تتحرقش ولا يكون متحمر قوي كده، ساعة ونص. فهنغطي على البطة كده وهندخلها التلاجة، وكل فترة كل ساعتين او 3 ساعات، حتى لو انتوا صاحيين او مش مشكلة ناموا، ولما تقوموا برضو قلبوها لحد ما تجهزوا الاكل. تقليبة كده على كل ناحية عشان تكون مثلا متغطية كويس في محلول النقع. محلول النقع زي ما قلت لكم الاساسي السكر والملح والخل، غير كده الاضافات الموجودة طبعا ما متوفر عندكم، بس برضو البرتقال مهم قوي معاه برضو عشان يديله نكهة وريحة حلوة. طبعا بتغطوه بستريتش او غطا عندكم المتوفر برضو عندكم في البيت، بس اهم حاجة تغطوها كويس عشان تكون ريحتها مش طالعة في التلاجة. حتى محلول النعوية فيه كده شكله اساسا جميل كده، تحسه اللي هو يعني بوكيه ورد حاطينه كده في التلاجة. لو اول مرة تدخلوا قناة طعم تاني، اشتركوا وفعلوا زر الجرس ولايك ما تنسوش، واعملوا شير لانها وصفة سهلة خالص. هنا بقى البط بعد ما طلعناها تاني يوم، المية زي ما انتوا شايفين فيها سنة حمار، وطبعا نضفت كده سحبت كل الزفارة والريحة منها، والجلد كمان اللحوم بتاعتها بتضغطوا عليها تلاقوها طري. الكيس الحراري فيه احجام، هاتوا بقى الحجم اللي هو الجامبو، ومع بيبقى مثلا الكيس فيه العلبة بتاعت الكيس الحراري فيها كيسين، وكل كيس ليه رباط زي ما انتوا شايفين هو ابيض كده. بتجهزوا الكيس وتفتحوه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، تتنوه يعني تسيبوه كده جاهز بقى ايه للبطة ان شاء الله بعد ما تصفى من المية بتاعتها خالص، وهتحطوه في الصينية على قد البطة. هنجهز بقى التتبيلة، معانا بشر برتقان ونص كوباية عصير برتقان فريش من غير سكر من غير اي حاجة. بس الحاجات التانية هيبقى عندنا بهارات فراخ، معلقة كبيرة بهارات، 7 بهارات، ملح وفلفل اسمر وسماق، انا سبق جبته قبل كده، وملح، وطبعا بشر البرتقان، وبصلايه كبيره كده مبشوره ناعم. البهارات زي ما قلت لكم اللي هي بهارات فراخ، 7 بهارات، ملح وفلفل اسمر وسماق. الحاجات بقى اللي هتضاف كمان لو مفيش عندكم دبس رمان ولا صويا صوص ولا الحاجتين دول، ممكن عسل اسود او عسل ابيض، وخل بقى تفاح لو عندكم خل تفاح، مفيش يبقى خل ابيض برضو، ومعلقتين زيت بقى ايه
كبار بس كده. هي مكونات التتبيلة جميلة خالص وحلوة. الخضار بقى اللي هنشويه معاها، طبعا المشويات بيحلى، انا بحب على طول اعمل مع المشويات خضار كده. لو انتوا حابين تحشوا البطة رز بكبد وقوانص اعملوا، عايزين تحشوه محشي صوابع محشي ماشي، بس لو هتعشوا رز خلوا فيه مسافة لان الرز بيزيد، اما الخضار عادي مش هيعمل حاجة. اهم حاجة الخضار اغسلوه وقطعوه بالشكل ده، يكون مكعبات كبيرة لان طبعا هيتاخد مدة سوى، فعشان ما يتكسرش ويتهري كده. يكون الخضار بقى اللي متوفر عندكم في البيت، يعني مثلا لو عندكم جزر كوسة اي خضار تاني كمان ضيفوه مع الخضار ده، هيبقى جميل قوي. زي ما انتوا شايفين كده التتبيلة جاهزة والخضار جاهز، وحطينا الكيس في الصينية وكل حاجة جاهزة. هنجيب بقى الذكر اللي هيوحشنا كده وهنسيبه كده مدة بقى مع نفسه لحد ما يستوي وياخد لون، يعني ميزة الكيس الحراري اللي هو بيريحكم من بقية الخطوات كلها، يعني مش هتحتاجوا اللي انتوا تفتحوا الشواية من فوق وتحمروا ولا اي حاجة. بس واحنا بنجهز بقى الخطوة دي، تكونوا مشغلين الفرن على درجة حرارة 200، لازم الفرن يسخن كويس قبل ما ندخلها، يعني برضو الكيس الحراري ليه طريقة وليه شغل معين. اولا يكون في الصينية زي ما انتم شايفين كده على قد البط او ذكر البط اللي عندكم، يكون الفرن شغال قبلها يعني وسخن كويس، يعني على درجة حرارة 200. وهندخل الصينية على الرف. التتبيلة بقى هنبتدي كده دلوقتي نوزعها في ذكر البط اللي عندنا وفي الأماكن اللي هي بتبقى يعني تحت عند الصدر كده وفي الجناب، وهنبتدي ندخل بقى الخضار بتاعنا لحد ما ياخد، يعني بطن البطة بتاخد يعني حاجة كمية معينة لحد ما تاخد وتخلص. هنخلص فيها كده الحاجات، واللي هيفيض هنضيفه بره في قلب الكيس الحراري. وبنعدل بقى رجلين كده البطة كده كويس ونقفلها كويس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الجناحات بتاعة التكر انا قطعت اللي هي الطروف وعادي سيبوه كده. بقيت التتبيلة بقى، يعني انا كنت دهنت كده التكر البط من فوق ومن تحت الاول، ودخلت التتبيلة في قلبه كلها حتة، وبعد كده اللي اتبقى بنضيفه برضو عليه كده من بره. الكيس الحراري بقى دي نقطة برضو مهمة، ما تطلعوش الهواء منه، خلوه كده منفوخ بالهواء بتاعه زي البالونة كده، واربطوه لف الرباط عليه كويس واربطوه بس كده، ويسيبوه كده منفوخ كده بالهواء اللي فيه. وهنعمل حاجة مهمة بتكون برضو عندكم، يعني طريقة استخدامه برضو على الكيس، خل خشب او الخلات بتاعت الشيش طاووق هاتوها، وهنعمل 7 فتحات في قلب الكيس في كل ناحية، يعني كده هنشكك كده تشكيكات كده في اهم حاجة تكون سن رفيع، لو عندكم خلة خشب او سكينة يكون سنها رفيع فبرضو عادي كويس، بتشككوها كده وخلاص وبتعملوا الفتحات، لان كده بتوازن الهواء لانه هيبقى منفوخ او بالونة كده لما يدخل الفرن. فلما بنعمل فتحات كده يعني بنخلي برضو اللي هو يعني زي ما يكون يعمل تيار هواء، يعني في هواء بيطلع غير الهواء الموجود. واهم حاجة هنحطه على الرف، ويكون سايبين مسافة عالية قوي ما بين الكيس والسقف بتاع الفرن، وما نلزقهوش في حيطان الفرن. دولت حاجتين مهمين قوي، لانه دلوقتي زي ما انتوا شايفين هنا اول ما دخلناه، بعد ما دخلناه بشوية الكيس اتنفخ اكتر زي ما انتوا شايفين، فلازم يكون بعيد عن سقف الفرن وبعيد عن الحيطان عشان ما الكيس ما يتلسعش منه. طبعا انا سبت ذكر البط بقى في الفرن ورحت عملت ايه رز بسمتي وصبع اللي انا عملته معاكم هنا بقى بعد المدة اللي قلتلكوا عليها ساعة ونص، وانا يعني انا طولت ساعتين، وبعدين اخدت اللون الرهيب بقى، اللون الشوي بقى الجميل اللي كلنا بنحبه، والخضار اللي كان جنبها كمان هو اتشوى واخد لون حلو. لو انتوا مش عايزين اللون يحمر معاكم او ياخد يعني الدرجة دي، مع ان هي يعتبر درجة الشوي، يعني ساعة ونص وقفلوا عليها الفرن وطلعوها. والف هنا، وكانت وصفة يعني سهلة انا حبيت اعملها معاكم. ودلوقتي هنشوف بقى شكلها ازاي والخضار اللي في قلبها ازاي. طبعا بيبقى سخن قوي فلازم تجيبوا حاجات بقى تساعد، وبيبقى لازق لان كل ما المدة بتطول كده
على البطة أو الفرخة في الكيس الحراري، ممكن تعملوا فيه فراخ يعني، يعني ممكن تعملوا كل الخطوات اللي احنا عملناها في فرخة وتدخلوها برضو الفرن، بس الفراخ مش هتاخد مدة تسوية بقى طويلة زي ما انتوا شايفين كده، ممكن يعني من نص ساعة أو 3 أرباع ساعة، مش هتاخد حاجة. الفراخ أساسا مش بتاخد سوا على النار زي ما انتوا عارفين. وأحلى وصفة بط بالبرتقال وفي الكيس الحراري، وأكلة تعتبر دايت خالص، هنقدمها كده بقى مع الخضار المشوي اللي موجود معاها، ومع سلطة الطحينة وسلطة طماطم وخيار وفلفل، طبعا تبقى جميلة. وكان يعني من الأكلات اللي هي يعني هتستمروا فيها، وزي ما انتوا شايفين مش محروق ولا حاجة، التتبيلة اللي كان فيها البصل المفروم بس هو كده المحروق، واللون اساسا والبط يعني واخد اللون الجميل من الدبس الرمان ومن الصويا صوص ومن السماق، بيديله اللون اللي هو الكهرماني ده. وسلام عليكم ويا رب تعجبكم.